هذاك اليوم كنت أنا جاي على الشغل وإذ بسمع شخصين موظفين يعني عنا بالشركة عم بتحدثوا بقضية صارت، بيقولوا لي أم زيد ما سمعتي، بقول لهم شو؟ تخيلي في إحدى محافظات المملكة رجل اتفق هو وزوجته إنه يتقاسموا متاعب الحياة ونفقاتها. تمام. قالها اسمعي يا بنت الناس، أنتِ بتجيبي مستلزمات الدار وأنا بدفع الأجار. سوري، انت بتدفع الاجار وانا بجيب المستلزمات. تمام. قالت أوكي. له ماشي، الحياه صعبه وانا ايدي على ايدك وكذا. بعد 20 سنه اكتشفت انه البيت له ومصاري الاجار كان يلفهم استاجر من عند جوزها. شر يعني البليه. تتخيلي يعني شوفوا، احنا حكينا بصحصح قبل سنوات عن موضوع الاحتيال المادي بين الرجال والنساء، قلنا عن بعض انواع الاستغلال اللي بتصير من قبل الشباب للصبايا بس ما بيكونوا متجوزين، يعني بمعنى هو بيكون واعدها بالزواج بيقول لها خدي لي قرض مثلا وانا بسدك وما وبهرب، بس 20 سنة زواج فيها نصب واحتيال مادي ثقيلة يعني كثير كبيرة. هلا احنا انا بس سمعت القصة وانا متأكدة يمكن عدد كبير الناس بس سمعوا صاروا يضحكوا انه كذا، ولكن إذا بتفكروا فيها هي كل حياتهم مبنية على كذب. طبعاً كيف بدها تصدق منه كلمة مرحبا؟ زلمة أخذ منها مصاري على أساس هي عم تدفع أجار عن طيب نية وهي غير ملزمة بذلك، ولكن قررت إنه هي تساعده لأنه هم عم بيبنوا بيت وعم بيبنوا أسرة وعم بيبنوا مستقبل. بتكتشف بعد ذلك بأنه إله 20 سنة عم بضحك عليها، زي بالضبط اللي قال لمرته كانت تترجى إلها 10 سنين تروح على العقبة، قالها العقبة بدها فيزا. اضحكنا وانبسطنا، ولكن كل ما in between، كل ما بين السطور هو كذب وافتراء. طبعا كيف أنا بدي أصدقك لما تقولي سلامتك، لما تقولي كيفك، لما تقولي بحبك، لما تقولي أنت أم ولادي واشتقتلك؟ كيف؟ بعدين أنتوا بتعرفوا بأنه مبارح أنا لأنه يعني أولها بتاخد الخبر زي ما قلنا بسخرية أو بتعتبره نكتة، بس لما تصدق أنه هذا الإشي حقيقي وموجود، وأكيد هذا الرجل مش هو الوحيد بالأردن، أكيد في مثله متايل، ونتمنى أنهم ما يكونوا أغلبية، نتمنى أنهم يكونوا أقلية قليلة. بس عاد أقرأ عن الموضوع، بتعرفوا أنه هذا نوع من أنواع الأبيوز أو نوع من أنواع الاضطهاد في الزواج. طبعاً. يعني إحنا دائماً لما منفكر بالإهانة أو الإساءة دغري منفكر بالملافظ السيئة، العنف الجسدي أو العنف اللفظي، ولكن الاستغلال المادي والاحتيال المادي اللي مارسه هذا الرجل على زوجته هذا يعتبر أيضاً من أنواع التعنيف النفسي. طبعاً. يعني منيح اللي صلها 20 سنة ما كانت عارفة. خيلي. يعني قصدي تخيلي انت، ما بعرف اشي بيحزن، ما بعرف كيف ممكن ترجع تثق بأي بني آدم مش برجل آخر. يعني انا واحد يعمل فيه هيك خلص انا بفقد الثقة بالبشرية جمعاء. بس رهوفتي ليش قلتي منيح اللي لها 20 سنة مش عارفة؟ يعني قصدي حرام، مش قصدي منيح انه صلها 20 سنة، بس قصدي يا ريتها يعني عاشت وماتت وما عرفت. يا ريت عاشت وماتت وما عرفت، انا معاكي. او يا ريت عرفت منذ البدء لانها ضربة، شو سرق عمرها لسه بتقولوا لي عندهم اولاد شو بعرف اللي نفرض. هلا احنا حطينا السيناريو من راسنا. نوتي. لا نوتي 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 بيج نوتي. تخيلوا انه هلا بعد 20 سنه طبعا مفهوم ايش هي شعورها وايش بده يصير، ولكن بيحكوا لكم عالميا انه من احد اهم ابرز اسباب الطلاق هي النزاعات الماليه او عدم الوضوح المالي بين الازواج. يعني إذا في إنفاق شديد من قبل طرف من الطرفين بدون وعي، هذا ممكن إنه يعمل مشاكل كتير كبيرة. إذا كان في كذب واحتيال، أو في ناس بتفكر إنه التخباية مش كذب، لا، التخباية إنك تخفي عني الحقيقة وأنا شريكة حياتك، هذا يندرج تحت الاحتيال والنصب. في ناس بقولك أنت ما سألتيني. لا، ما أنا مش لازم أسألك عشان أنت هون وقتها بتكون كذبت. إنك تخبي معلومات معينة كمان هذا بيسبب الطلاق أو بيسبب النزاعات. ايضا لما ما يكون في اهداف ماليه مشتركه، يعني انا وياك تجوزنا، احنا التنين بدنا نبني هاي الحياه مع بعض، انت بدك تعرف شو الك وشو عليك وانا بدي اعرف شو الي وشو علي، واحنا التنين بده يكون هدفنا المالي واحد. يعني ما بزبط انه انت هدفك انك تشتري بيت وانا هدفي اني ادرس الاولاد احسن تدريس، لازم تكون الاهداف ميوتشوال مشتركه، قواسم مشتركه بيناتكم، عشان ما في يوم مثلا افرضي في ست بتحب السفر كثير جوزها بكره السفر، انتوا اكيد رح تتخانقوا. يعني هاي واضحه الامور. الارضيه المشتركه، الاهتمامات المشتركه، الاهداف الماليه المشتركه، كثير مهم انه تتفقوا عليها فتره الخطبه، كثير ابدا من كثير مواضيع تانية احنا بنضيع وقتنا فيها كثير. صح. ما قال لي وقال لي ما قال لي وقلت له ما قال لي وقلت له بعدين في شغله
القانون لا يحمي المغفلين. شوف كيف ما بعرف شو بدها تحكي لحالي، عرفت يعني. هلا ضيق 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 انت ضيق. ليش طلعت مغفلين؟ هلا انت بتكوني حرام من طيبة قلبك، بس بالنهاية يا عمري إذا هو ضحك عليكي، يعني أنا كتير بستاء إني أستعمل كلمة ضحك عليكي وهو زوجك، لأنه القدسية تبعت الحياة الزوجية كلها تختفي في حال ظهور هالنوع من القضايا. أنت مش، ما فيش إشي مسجل، ما فيش إشي مكتوب راحت عليكي، بلاش. في قضية من قضايا الأحوال الشخصية اللي سجلتها المحاكم، اسمعي خدي عندك. قيام الزوج بجعل زوجته الواثقة منه تعمل له وكالة عامة، على أثرها شو بيعمل هو؟ ببيع البيت، وحتى يمسح كل آثار الجريمة حول المبلغ لحساب زوجته، بعدين طلب منها تعطيه المبلغ المحول، حتى إذا شكت عنه يقدم وثائق للمحكمة بأنه أنا حولت لها المبلغ. شوفوا هاي جريمة مع سبق الإصرار والترصد، دارسها دراسة. أنا مع مين عايشة بالدار؟ أنت فاهمة إيش الفكرة رهوفتي؟ فبالنهاية هلأ الصفاء النية والتعامل بالحسنة هذا مطلوب جدا، وهي أساسيات الحياة الزوجية، بس كمان بدي إياك تكوني يا عمري مفتحة وواثقة. زي الست اللي كانت تعرف على رجل أوهمها، هدول بنسميهم لصوص القلوب، بحبك وبموت عليكي وخدي لي قرض عشان أقدر نتجوز أنا وياكي، بضوء بليلة ما فيها ضوء أمر بطلنا نلمحه، ضلت تدفع القرض لمدة 6 سنين عن رجل تعرفش هلا وين اراضيه. لا وبعدين بتروح بتقول لك بدي ارفع قضيه. عمين بدك ترفع قضيه؟ ما انت القرض باسمك، انت عمين. القرض باسمك. انا انت مش رحتي تكفلتي حتى، رحتي اخذتي قرض باسمك، اكيد انت اللي بدك تدفعي. نفرض جابوه، طيب شو بده يعملوا؟ ففتحي لي شوي عقلاتك ودماغك، خليكي صاحي ومصحصحه. الله على الله يعني يجازيكي بلاش. في مصطلح احنا كثير بنكرره ولكن بعتقد انه احنا فاهمينه بالطريقه الغلط، مصطلح إنه هذا الشخص متربي على الغالي. بتعرفوا إيش يعني الشخص المتربي على الغالي؟ لما بقولك ارتبطي بشخص متربي على الغالي، ارتبط ببنت متربي على الغالي، ما بيعني الأمور المادية والمصاري. الشخص اللي متربي على الغالي يعني متربي على الاحترام، على الأخلاق، على الإخلاص، على الوفا، متربي على العين الشبعانة، متربي إنه راسه تضل مرفوعة، متربي إنه دائماً يتمنى الخير للغير وما يشتهي الأشياء اللي مش موجودة عنده، بل العكس يشكر الله على النعم الموجودة. هاي هي الأمور الغالية بحياتنا اللي للأسف اليوم إحنا صرنا بس تركيزنا على الأمور المادية. أنا بدي أتجوز واحد غني، أنا بدي أتجوز واحدة غنية عشان مستقبلي. هاي الأمور المصاري عمرها ما بتعمل أخلاق ولا بتعمل أصل ولا بتعمل مبادئ. دايماً دوروا على المعدن الصح، هذا هو الإشي الثمين الحقيقي اللي للأسف إحنا هيك بوصلتنا نوعاً ما تغيرت بسبب اللي عم نشوفه اليوم، الانفتاح الزائد، العولمة، وكل هاي الأمور اللي وجهت تفكيرنا بس للأمور المادية. أنا معك رهوفة، أنا بحس وأنا مقتنعة أسوأ أنواع البشر هم نوعين، تجار الأوطان وتجار المشاعر. صح، البتاجر بوطنه بقضايا وطنه وبنقاط ضعف وطنه استغل. وبستغلها، وتاجر المشاعر. تخيلوا بأنه أكثر أنواع الاحتيال الإلكتروني والاحتيال باسم الرومانسية تم في فترات الحجر بكورونا. بهاي الفترات رصدوا بالولايات المتحدة تقريبا أكثر من 500 مليون شوفي مبالغ رصدت احتيال. ليش؟ الناس قاعدين في بيوتهم، خاصة اللي حاسين بنوع من الوحدة، بيصيروا يدوروا على العاطفة خلف الشاشات، ما وراء الشاشة الطرف المقابل مين هو أنا ما بعرف، بيصير يدغدغ مشاعرك. والست الرجل بيقدر يحس هل هي متعطشة للحب، بيصير يسمعها اللي بدها تسمع. لأنه إحنا سيدات كائنات عاطفية، بنصير بدنا نعطي الآخر مقومات معينة حتى يقدر يرتبط فينا عاطفيا. فبقولك البني آدم اللي بيحتال عليك بمشاعرك وبتلاعب بمشاعرك هو شخص أنا ما بعتبره على قيد الإنسانية أبدا وما بصنفه من البشر 100%. التلاعب بالمشاعر جريمة يجب أن يحاسب عليها القانون. هلا إحنا شو الهدف يعني اللي بدنا نوصل لكم يا أو رسالتنا اليوم من خلال هاي القصة اللي صارت، الرجل اللي نصب على زوجته مادياً أو أي رجل بينصب على امرأة، أو حتى لما في بعض النساء عشان نكون يعني كمان حقانيين، في كمان قصص عن سيدات نصبوا على رجال.
الفكرة من الموضوع إذا إحنا عم نحكي طبعا زي ما قلنا بالبداية القانون لا يحمي المغفلين، فأي إشي بدون زواج وبدون خلينا نقول حتى بالزواج ممكن إنه القانون ما يحميكي إذا أنت مش فاهمة القانون صح، أو أنت معطيته وكالة عامة، أو أنت حاطة الأرض باسمه أو البيت باسمه. في نقطة كتير مهمة بفترة التعارف، عشان إحنا مش بقوله بالطب الوقاية خير من العلاج، بفترة التعارف مش بس تكوني متاخدة بالمشاعر، يعني احكوا بموضوع الأمور المادية، لأنه بالنهاية هلأ بتشوفوا الكابلز شو أكتر موضوع بيحكوا فيه، لا الحب ولا عيد الحب ولا الدباديب ولا الأغاني، أكتر موضوع شائك بين الأزواج هو موضوع الماديات، يعني كيف بدنا نأمن قسط الأولاد، كيف بدنا نشتري هذا البيت، كيف بدنا نبطل عايشين بالأجار، كيف بدنا نأمن خلينا نقول نفقاتنا. هاي الأمور ليش فجأة بتطلع بس بعد ما نتجوز؟ قديه بيكون منطقي وإيجابي وصحي لما التنين يقعدوا بكل وضوح، أنا يا بنت الحلال راتبي هالقد، اللي بقدر عليه 1 2 3، أنا يا ابن الحلال بقدر أشارك معك، أنا كمان امرأة عاملة بقدر بالشهر أحط هاي المادي هذا الجزء من راتبي بالبيت، منقدر نعمل حساب مشترك. هاي الأمور كتير مهم إنكم تحكوا فيها قبل الزواج عشان تكونوا على نور، مش تتفاجئوا بعد. يعني مثلا في من المشاكل اللي بتصير إنه إذا الست بدها تساعد أهلها، ليه ما قلتي له قبل ما تتجوزوا؟ أنا بنت مضطرة إني أنا أحول لأهلي شهريا هذا الرقم من راتبي. قال لك تمام أنت بنت أصول، هينا مشينا. ما عجبه، يعني فاهم شو قصدي؟ مرات منضيع وقتنا عن جد بأحاديث قبل الزواج ما إلها أي معنى، ولا بتقدم ولا بتأخر بعد الجيزة. رهوفي شوفي، هلأ في بعض الصبايا، هلأ أنا بفهم وجهة نظرك بس هاتي أفرجيك إياها من زاوية مختلفة. بدها تقرب المسافات بينها وبين زوجها أو بينها وبين الرجل اللي عم تعرف عليه بهدف الزواج، لأنه مثلا مرات بيكون في فجوة مادية وفجوة مالية، هي بيكون وضعها كتير أحسن وهو بيكون وضعه مثلا المادي سيء أو كذا، فهي بتحاول أن تغدق عليه، تغدق عليه بالعطايا والهدايا، بوصل فيها الأمر تبهره له سيارة، لا عشان هي تحسسه أنه يعني don't worry أنت مش أقل مني. هلأ سينتهي بك المطاف، أنت خسراني أنوثتك وهو خسران رجولته. مزبوط، خربت عاطفية، قلب الأدوار دائما بتخرب. حتى في زواجك دائما التزم الحيطة والحذر بما والحذر بما لا يهين كرامة الزوج. يعني هلأ سمعنا ست عملت توكيل عام، عملوا التوكيل خاص يقدر يتصرف بحدود معينة، هذا لا يعني أنه أنت ما بتوثق فيه، ولكن حتى وإنتوا زوجين تحت سقف واحد لازم تضلك مفتح عيونك، مش إنه الزوج بده ينصب عليك من باب حرصك على نفسك على زوجك على أبنائك، وهو نفس الإشي لازم يضل في نوع من ال ما هو كمان أنت لما الشخص اللي قدامك تعطيه بدون حساب أصلاً ببطل يشوفك زوجة، ببطل يشوفك زوجة، بصير يشوف بنك متنقل، بصير يشوفك أم، بتخسري أمامه صح. دور الست اللي هو بحب إنه يقضي وقت معاها يكون معاها. فالفكرة دائماً لازم المنطق، المنطق دائما لازم يكون شغال حتى في العلاقات الزوجية. أنا هيك بحس طبعاً. أنا مع فكرة العطاء ومع فكرة المشاركة لقد ما بدكم، بالعكس، لأنه أنت لا أنت بتشتغل عندي ولا أنا بشتغل عندك، إحنا شركة two partners بدنا نبني حياة، ولكن لازم يضل المنطق دائما شغال صدقوني لمصلحة الطرفين 100% ولمصلحة الأولاد طبعاً. ولمصلحة علاقتكم العاطفية، وما تفكروا أنه الخلل اللي بيصير بالأمور المادية ما بينعكس على العلاقة العاطفية. هي كيف بدك تشوفك السند والأمان إذا أنت مثلا صهر بيت، وأنت كيف بدك تشوف هالست اللي تحت جناحك إذا هي بتصرف كل نهارها؟ صح، ما بزبط. صح 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 صح